اشباع للعديد من الوظائف بالعديد من القطاعات سواء أنا عم نحكي عن قطاعات حكوميه او قطاعات خاصه ولكن حتى يصير هذا الشيء بدنا دعم للعديد من الاشخاص اللي ممكن يكونوا حوالينا اول شيء بدنا دعم لافكارنا بدنا ايمان بانفسنا وبقدراتنا وايضا الاخرين انهم يامنوا بهذا الشيء عشان هيك بنشجع الناس دائما انها تكون داعمه لبعضها البعض بالاضافه انه ايضا بدنا دعم تسويقي يعني الناس يقدروا يعرفوا عن هذه المشاريع الصغيرة اللي ممكن يقوم يقوموا فيها الشباب والصبايا اليوم معنا ضيفة علياء العنبر بدي اشكرها جزيل الشكر لانها هي صاحبة مبادرة دعم المشاريع الشبابية الصغيرة بتدعمهم من خلال إعلانات من خلال يمكن نصائح بتقدر إنها تقدم لهم إياها ليقدروا فعليا يقوموا بمشاريعهم بشكل أكبر يوسعوها ويطوروها وكل هذا بالمجان خلينا نعرف أكتر عن مبادرة عليا من خلالها أكيد وهي موجودة معنا بالاستوديو صباح الخير صباح الخير الحمد لله كيفك أنت نيحة بنبسط لما بشوف في ناس عم تدعم بعض بتدعم بعض بكلمة طيبة بتدعم بعض بنصيحة بتدعم بعض بإعلان ممكن أنه تحطه أكيد على السوشيال ميديا وهذا الشيء اللي محنا محتاجينه خاصة لما الشاب أو الصبية عم بحاولوا يقوموا بمشروعهم الخاص وبكونوا محتاجين كل دعم من أنفسهم لأنه بنعرف أوقات كتير التخبطات والخوف في اللي بمروا فيه إلى اكبر شيء وهو عم نحكي من الناحيه التسويقيه بس احكي لنا كيف بلشت قصه المبادره معك علياء شو اللي دفعك انك انت تقومي بهذا الشيء آه كانت هي المبادره عمرها سنه مم. فكنت انا اول ناشطه على السوشيال آه ميديا فعندي شغف بالاعمال الحره ودايما بشجع عليها برابل. فحبيت اني تكون فكرتي فكره آه ناجحه ومفيده كمان. فاتجهت للاعمال الحره وخصصت الفئه الشبابيه والمنزليه تحديدا. لانهم لاحظت انه عندهم شغف، عندهم طاقه، عندهم افكار رهيبه، بس ما عندهم تخطيط للي جاي، يعني انا عندي منتج جبته، بكره بدي اياه ينباع كله، فهذا غلط. انت عندك ستيب باي ستيب لازم تمشي، كيف اعمل المنتج، كيف اسوقه، كيف اعلن له. في ناس عندهم مشكله ماديه طبعا اغلبهم بيكونوا شباب وصغار طبعاً. ومتحمسين وطالبات جامعه وربات بيوت يعني عندهم طاقه رهيبه فانا كرست المبادره انه انصحهم كيف انت تبدا مش بس تبيع كيف انا منتجي ينعرف بالسوق كيف ليش انا اختار هذا المنتج وما اختار المنتج الثاني على اي اساس فلازم نبدا بخطوه خطوه مسكت في فئه الشباب ونصحتهم كيف يبداوا بالطريقه الصحيحه للتسويق وهيك بدات الفكره يعني من ناشطه على مواقع التواصل الاجتماعي علياء قدرت انها فعلا تستغل هذا الموضوع لدعم الشباب او صبايا او ربات المنازل اكيد اللي ممكن انهم فعلا يكونوا موجودين ببيوتهم يقدروا انهم يعملوا مشروعهم آه آه الخاص فيهم طيب لما بنحكي كيف بلشتي تتواصلي معهم يعني هلا بدنا نحكي كمان موضوع مهن سالت يا تحت الهوا وهي قالت لي شكرا لانك سألتني لانه جد حابه اني انا اوضحه بس كيف بلشتي تتواصلي معهم يعني من ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي اوقات كثير في ناس بتبعت لنا يعني احنا كاشخاص ممكن نكون ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كاعلاميين بيجي بيقول لك انا عندي مشروع الخاص ممكن انه انت تحطي لي هذا الاعلان مثلا حتى الناس تعرف اكثر عن مشروع الخاص هل هم تواصلوا معك عليا ولا انت اللي قلت لهم اذا في حدا بده يعني ادعمه انا مستعده. في البدايه طبعا كان يعني كانت الفكره اصلا مش واضحه للناس ومش عارفينها انا ايش بعمل فكنت انا ادخل على وسائل التواصل الاجتماعي وكان بتذكر كان رمضان وحكيت انا بمناسبه شهر رمضان المبارك حابه اني اعطي اعلانات ونصائح مجانيه فكانت تجيني طلبات عروض رهيبة. مم. بعدين صرت أعرف أنا من لاس لناس صاروا هم يطلبوني مم. لأنه صارت الفكرة عجبتهم إنه والله إعلان مجاني ودعم مجاني تمام وهم طبعًا يكونوا بالبدايات طبعاً. المشاريع ومحتاجين يعني حتى نصيحة مجرد كلمة. فبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو أه بجرب المنتجات أو؟ آه أنا السؤال اللي سألتك يا تحت الهواء أوقات كثير في الدعم حلو ولكن مرات كثير لما ندعم شيء وبيكون هو مش دعم. صح او المنتج مش مظبوط احنا كمان بنغش الاخرين طبعاً. اللي عم بيشوفوا هالاعلان او بيشوفوا وعم نحكي كله مجاني يعني مش اشي اكيد بفلوس فسالتك قلت لك بتجربي الاشياء اللي بتعلني عنها يعني يعني هلا رح نعرف طبيعه المشاريع اللي بتعلني كمان عنها، ولكن هل بتجربيها بتقومي بتجربتها قبل ما تنصحي فيها اكيد للناس اللي بتابعوك أكيد. اكيد لانه بلازم يكون في مصداقيه، انا كمان عندي متابعين وعندي ناس المفروض انهم يكونوا وثقوا في بالكلمه اللي انا بعطيها، فانا اول ما يجيني المنتج او تجيني صاحبه المشروع او صاحبه العمل بحكي لها اول شيء لازم اجرب، منتجات بشره، حتى الاكل، منتجات ملابس، طبعا في تنوع كثير بالساحه العمليه فلازم اجرب المنتج قبل لا اعلنه للناس، في كثير منتجات رفضتها لانه بيكون فكرتهم بس بدهم ماده، مم. انا هذا الشيء برفضه لانه احيانا بيرجع علي انا انه احنا صدقناك يا علي كيف انت تنصحينا بشيء مش منيح، خاصه منتجات البشره، منتجات الشعر، العنايه بالشعر، لازم الواحد يجربها، يعني انا بعرف وحده بدات من منتجات صابون وما شاء الله استمرت يعني وصلت للسيروم والسكراب لمنتجات الشعر كنت لما تجيني المنتجات منها احكي لها انا راح اجربهم بعد اسبوعين ثلاثه لما اشوف النتائج بعمل لك الاعلان فبدك تصبري علي في ناس ترفض لانه يعني هي فكرتها بس ماده في ناس لا يعني هاي الصبية حكت لي لا أنا ما عندي مشكلة خذي وقتك وجربي طبعاً لازم هبت... يكون في مصداقية معينة أوقات كتير الواحد ما بيقدر يحكي عن شيء إذا مش مجربه بالضبط وهل فعليا اجت مشاريع مثلا منتجات معينه لمشاريع معينه وفعليا جربتيها وما عجبتك و... بتذكر مره واحده بعثت لي كبه آه. الله يسامحها آه. كبه فك... آه. فكانت كان البرزنتيشن وراح احكي كمان شو عن البرزنتيشن آه. جدا سيء الطعم يعني آه. فعليا ما بتتاكل آه. يعني فعليا فحكيت لها انه سوري يعني ما بقدر اعلن ما بقدر انزل اعلان لانه الطعم يعني هذا اكل مش يعني مش شيء بنلعب فيه اكل يعني مم. طعم خيرك تحكي للناس انه زاكي آه. وطيب وبشهرين فهي يعني زعلت وتعتبت علي بس هذا امانه بينك وبين حالك اول شيء امانه وسمعه الناس انا بدي احكي يمكن للاشخاص اللي ممكن انهم يزعلوا هذا لمصلحتهم بالزبط. يعني اوقات كثير لما بيقول الواحد مش بس بده يبيع مره بده يبيع وبيحكوها بالعاميه بده يربى زبون بالزبط. يعني بده يخلي الشخص فعليا يعني دائما يجي عنده بالزبط. فانت لو بعتي الكبه هاي لشخص ما رح اعود يرجع لك فاكيد بالزبط. يعني انت عم بتحاولي تنصحي خاصه اذا بدنا نحكي عن هاي النقطه كمان عليا لانه انت بتنصحيهم ايضا نصائح تسويقيه فكيف لما تجرب الشيء كيف ممكن فعليا كمان تقولي لهم يطوروا على هذا المنتج او يساهموا باصلاحه اذا هو فعليا مش مش كويس في صبيه كانت بعثتلي لي عندها مشروع بتعمل حلويات فطبعا طبعا الطعم طريقه التقديم ممتازه بس حاطه ستيكر مثلا وكاتبه عليه بالقلم بايدها فانا حكيت لها شوفي لازم تعملي لوجو عليه اسمك اسم هذا ورقم التليفون لانه انا كمان غير الطعم بدي اشوف شيء راقي هذا اللي مرتب. كانت عم تحكي عنه علي البرزنتيشن او طريقه تقديم بالضبط المنتج لما انا اعمل لي لوجو لما انا اشوف اه هذا اللوجو شفته في المكان الفلاني في المعرض الفلاني في البازار الفلاني بصير حتى طريقه تركز بمخي الفكره صح. لكن حتى كمان انا بحترم الشخص اللي انا موديت له المنتج تبعي لما انا اقدم لك اياه بطريقه حلوه مرتبه مش اودي لك اياه بكيس عادي مثلا بوكس عليه اللوجو عليه ليبل مكتوب مطبوع طباعه بالوان تناسب منتجي انا هون اساسا كم مستهلكه للموضوع بكون مبسوطه ومرتاحه ورح اطلب منك دائما عرفتي في الفكرة أنه مش بس أنا كيف أوصل للعميل كيف أخلي العميل يتواصل معي دايما لأنه التسويق مش بس أنه أخليهم يعرفوه بس لا كيف طريقة التقديم كيف الأشياء اللي بنحطها على المنتج الليبل اللوجو الكيس اللي بتقدم فيه طريقة العرض هاي كلها أشياء مهمة شو الأخطاء اللي بيوقعوا فيها معظم شباب وصبايا أو ربات البيوت يعني حسب الشخص عم نحكي كمشاريع صغيرة ممكن أنه يبلشها من خبرتك وطلاعك على عدد كتير كبير من المشاريع عالية شوفي أنا دايما بحكي لهم ابعدوا عن الناس السلبيين م. اللي بيحطموكم مشكلتنا احنا بنسمع ايش اه بدك بهالمشروع؟ الوضع الاقتصادي مش تمام، اه في ناس كثير منزلين هاي المشاريع، لا تسمع لاي فكره، دائما بحكي لهم لا تسمعوا، مشكله شبابنا بستعجل يعني بتجيب المنتج اليوم بده اياه بكره ينباع بالسوق، وهي الفكره اصلا غلط، يعني احنا السوق الاردني غير عن الاسواق الاخرى، حتى الاسواق الاخرى، بدك تتعبي، بدك تثبتي حالك بالسوق، عندك منافسين، صحيح انه المجال صار واسع وسهل لانه عندنا عندنا سوشيال ميديا، بس برضه بدك تثبت حالك بالشيء الممتاز. طبعا. فمشكله شبابنا انه مستعجل، بقول لا تستعجلوا، خلي الاعلان الاعلانات تمتد لسنه، خلي الناس تعرفك سنه، بعد السنه راح يشتروا منك. في ناس ما شاء الله اثبتوا حالهم خلال ست شهور، في ناس خلال سنه، في ناس خلال ثلاثة شهور، فعلى حسب نشاطك انت وعلى حسب ال... كيف انت عندك عزيمه واجتهاد، يعني انا دائما بحكي لهم حولوا شغفكم لتحقيق حلم. خلوه يعني دائما انا بحكي لهم اياها يو هاف تو فايت لازم انك انت تحارب عشان صح. تنجح صح طيب علي لما عم نحكي اوقات كثير على طريقه التواصل، الموضوع اللي بتشتغلي فيه او اللي بديش نقول شغل لانه الشغل دائما له مردود مالي وانت عم تشتغلي بهذا الموضوع بالمجان بيكون سيف ذو حدين يعني اوقات كثير انا متاكده انك انت تعرضتي لمواقف كثير صعبه في ناس زعلت منك في ناس حسيتي انك انت برضه شايفيته هذا المنتج كويس ولكن الاشخاص تواصلوا معك قالوا لك شيء ثاني حكينا عن شويه التحديات اللي بتمر فيها كونك عم تعلني اعلانات مجانيه وبتدعمي بنصائح تسويقيه لعديد من المشاريع الصغيره للشباب والبنات في ناس بتعتقد انه بما انك انت بتقدمي خدمه مجاريه فمعناته انا لازم اسمع كلامك واحكي لك انت صح بكل المجالات. مم. مش هيك انا مش لازم ادفع شيء مبلغ مادي عشان اكون في المنطقه الصح انا بعطيكي بعطيك من وقتي بعطيك من خبرتي بعطيك بالدراسات بس بفيدك بشكل مجاني فانت قدري هذا الموضوع لانه يعني في ناس مثلا بتقول لك لا انت ليش بتحكي لي انه هذا منتجك غلط طريقته او منتجك ما راح يمشي بالسوق؟ فلازم انه اكون انا صريحه معك انا بكون صريحه معك لمصلحتك في النهايه هذا منتجك انت مش منتجي انا اوكي انا بدي اشكرك علياء العنبر لكل شباب وصبايا تاكدوا زي ما في محبطين ولكن في اشخاص داعمين زي عليا العنبر اللي عم بتخصص من وقتها اكيد لا تقدر انها تدعمكم سواء باعلانات مجانيه لمشاريعكم وايضا بنصائح ممكن انها تنصحكم اياها فاذا في اي حدا عنده مشروع يتواصل معك اكيد وان شاء الله انت بتعطيه كل الدعم اكيد اكيد ان شاء الله اهم شيء شبابنا لانهم هم شباب واهداف المستقبل اكثر بتستخدمي اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي التواصل فيسبوك انستغرام سناب شات وبالاسم ايش الصفحه عليا محمد اوكي عليا محمد اذا بتقدروا تتواصلوا معاها شكرا لك وتحياتنا وانا وسهلا فيك شكرا لك شكرا للاستضافه <applause> <applause> مشاهدينا الى ان ننتقل ايضا لاخر يمكن ضيوفنا وفقراتنا لهذا الصباح خلينا نروح نشاهد هذا التقرير، هذا التقرير هو فقره تجميليه بيتعلق بمكياج العروس وفاء ابو الليل اكيد خبيره التجميل قامت بمكياج العروس رح نشوف بهذا التقرير الزميله العزيزه الغاليه سمر غرايبه اكيد اللي قام